أخبار اليوم. المؤتمر اللي كان الاقتصادي اللي كان في شرم الشيخ أسفر عن عدد كبير من الاتفاقيات. في كلام موجه إن الاستثمارات دي حبر على ورق، هل تتفق معنا أم تختلف؟ لا لا لا، مين الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ وبعدين هو أصل مؤتمر شرم الشيخ ما الناس ما وقعتش في مؤتمر شرم الشيخ. الحاجات دي كلها بتاخد شهور وسنين عشان تتوضب وتتعمل، فإنما أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ. ومؤتمر شرم الشيخ مش غرض منه ان انا اجي اوقع عقود، غرض ان انا بروج للعقود اللي بعملها وللمعقود القادمه وما هي امكانيه العمل في مصر. شرم الشيخ ده مؤتمر شرم الشيخ المفروض يبقى زيه كل سنه، واقول انا عملت ايه وهعمل ايه، وهي عمليه ترويجيه ودعايه لمصر في المقام الاول. انما حبر على الورق، لا مش حاجه اسمها حبر على الورق. في حاجات بتقف نتيجه مثلا حصل مشكله في 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 اثناء التنفيذ، حصل عطله لسبب من الاسباب، انما لا مفيش حاجه اسمها حبر على الورق. العالم دي كلها جايه من بلادها من اخر الدنيا، واجانب وشفناهم بنفسنا وكله جاي، والحاجات اللي اتعملت في حاجات اتوقعت وتنفذت تثير الاعجاب. كنا تقع منها واحده او الاثنين طبيعي. شكرا جدا ممتاز بيك. اهلا بيك يا مهندس، اهلا بيك، شكرا.